اعتبرت الأحزاب المغربية الممثلة في البرلمان أن استقبال إسبانيا لرئيس جبهة البوليزاريو الانفصالية المدعو إبراهيم غالي يعد عملا مرفوضا ومدانا ويتناقض مع جودة العلاقات القائمة بين كل من المغرب وإسبانيا. وشددت هذه الأحزاب في بلاغ مشترك صدر عقب اجتماع عقدته مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة على أن هذا الاستقبال يعد عملا مرفوضا ومدانا استفزازا صريحا تجاه المملكة المغربية في تناقض صارخ مع جودة العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين وحسن الجوار، لا سيما وأن هذا الشخص تلاحقه تهم خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف ولا يمكن التغاضي عنها. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأحزاب المغربية الموقعة على البلاغ تلقت باستهجان واستنكار شديدين خبر استقبال إسبانيا لرئيس جبهة البوليزاريو الانفصالية المدعو إبراهيم غالي باستعمال هوية مزورة يجسد سلوك الميليشيات والعصابات الإجرامية، داعية الحكومة الإسبانية لتحديد موقفها بوضوح من هذا الخرق السافر والقيام الفورية بما يلزم لتصحيحه، وخلصت إلى تأكيد التزامها الدائم بالوقوف وراء الملك محمد السادس للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة التي تحظى بالإجماع الوطني وتجديدها والاعتزاز بها بما تحقق من إنجازات مهمة وغير مسبوقة لصالح القضية الوطنية. هذا الذي تم من الجار الإسبانية مرفوض ويمس بمسار العلاقة الاستراتيجية والحسن الجوار بين الدولتين، وكل ما قدم من قبل الدولة الإسبانية هي مبررات غير مقنعة نهائيا. في ذلك ليس هناك من حل إلا تصحيح الخلل الذي وقع وإعادة الأمور إلى نصابها، لأن القضية الوطن بالنسبة إلينا قضية هي تابع الدستور، ولكنها قضية بالنسبة لنا خط أحمر. في ذلك لا يمكن أن نساوم على قضيتنا الوطنية. في ذلك هذا الخلل الذي وقع ينبغي تصحيحه. أنا شخصيا أطالب بإحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية لأنها من جرائم ضد الإنسانية ومن جرائم الإبادة، والإسبانية من الدول المصادقة على الاتفاقية، وحينما يكون مجرم ما مرتكب لأفعال في دولة مصادقة على الاتفاقية يحال على تلك الدولة. لذلك نحن نتأسف كثيرا عن ما بدر من إسبانيا الشقيقة والصديقة، ونتألم كثيرا لأن ذلك سيفقد للعلاقات المغربية الإسبانية كثير من المصداقية التي علينا من جديد أن نعيد بناءها لسنوات حتى تعود الثقة التي كانت في الماضي. ونعتبر بأن هذا الأمر مرفوض لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول وهو أن هو اليوم هذا يشكل ضربا للعلاقات الثنائية التي تجمع المغرب وإسبانيا. ثانيا على أن هذا الأمر فهو يضرب البعد الحقوقي، وبالتالي من الضروري أن يكون هنالك تطبيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب. ما يمكنش أنه دولة اللي هي الجار ديالنا واللي هي علاقات تاريخية، علاقات متينة، علاقات اقتصادية، علاقات اجتماعية، واللي كنتساعدوا معهم وكنتعاملوا معهم في واحد العدد الميادين، أنه تجيب أجوبة اللي ما هيش واضحة. واليوم أكثر من أي وقت مضى فالمغرب يعني باغي الوضوح في هذه القضية الوطنية ديالو مع هاد الدولة الإسبانية باش توضح الأمور ديالها، لأنه هاد الشيء يعني ما غادي يقبلوش لا أحزاب سياسية ولا مواطنين مغاربة. المغرب وإسبانيا عندها علاقات تاريخية قديمة، عندها مصالح اقتصادية مشتركة، وعندها كذلك مستقبل مشترك. فالآن هاد الخطوة ديال استقبال عدو للمغرب انفصالي عنده أبعاد اللي الشعب المغربي ما يمكنش يتفهمها. احنا كان تقوم لإسبانيا خص العدالة الإسبانية تقوم بالواجب ديالها. الحزاب الوطنية المغربية وحزب تقدم الاشتراكية بدوره يعبر عن استنكاره واستهجانه لهذه الخطوة الإسبانية، ويعتبر أن على إسبانيا أن تتراجع عن ذلك وأن تعبر عن موقفها بشكل واضح إزاء ذلك في دعم لجاره المغرب كما يستلزم ذلك مستوى العلاقات بين البلدين.